بعد الكوب دي موند جلبت العيني ظهري برشا عروض وصلتك وقتها. صحيح هاي صحيح. اهم عرض كان اوكسير. اوكسير اي صحيح. اوكسير انا وقتها قبل الكوب دي موند. انا قبل الكوب دي موند نتذكر خارج من البارك. خارج من البارك وقفني راجل ما نعرفوش، قال لي انا فلان فلاني، قال لي انا سوبرفيزور في اوكسير، نخدم في اوكسير وكذا كذا. مرحبا يا قلت له، قال لي نحب نجيبوك معنا لوكسير. عطيته نمرو بابا، قلت له لا تونسي 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 يخدم غادي يعني. هكا عطيته نمرو بابا، قلت له كلمه معنا نشوف معاه وقت 16 سنه عمري يعني. هكا كلمه حكي معاه، قال له راه نحبوا نجيبوه نعملوا له تيست ونشوفوا راه قاعدين نتبعوا فيه عندنا مده. هكا بعد بجمعتين طلعت مشيت لفرنسا. وقت الطرفه نذكرها، انا دخلت البستير نلقى نحس في واحد نعرف الوجه الجوار غادي. قعدت نثبت نلقى حمدي الحربي. حمدي في وسيله واحده حمدي الحربي ولا تيستي ما نعرفش. جاي تيستي حاسي مشيت غادي عملنا تيست. وقتها جيرو هو شاد الديريكتور سبورتيف ولونترينور جون فرنانديز نذكر انا ليتوال. مشيت ترنيت وكان مع السينيور عملت تيست. مشيت غادي ترنيت مع السينيور. انا فجعني وقت جاني المطار قال لي راك باش ترينا مع السينيور. انا في وقتها في تونس نزلت السينيور ما لعبتش بالسينيور. كهو مشيت عديت جمعه غادي بالكدا باهي عملت عديت جمعه عملوا لي كونترا. جاني وقت نذكر قاعدين في البيرو قال لي عندنا دو تيب دو كونترا. العباد اللي تسمع فما عباد تعرف اش معناها. فما تيب دو كونترا كيما نقولوا يعمل لك كونترا 5 سنين تعدي عامين في كسيفا ومن بعد تطلع اوتوماتيكمون للسينيور. قال لي انت وفما كونترا اخر 3 سنين اما ديريكت سينيور. اما قال لي ما ننصحكش بيه خاطر انت بويسك مازلت صغير دو بريفيرونس نعديو لك نعملوا لك عامين معناها في السيفا كيما نقولوا الاسكوار في تونس. ومن بعد الكلوب في بالها بيك مشيت وقتها. والله العظيم لا نذكر سي ما نذكرش انا. ممكن هربت الهوب. لا مش هربت، جاتني قلت خلينا نجرب انا يا اخي خلينا نكمل لك. هكا قال لي انا دو بريفيرونس ننصحك اعمل كونترا 5 سنين وحتى السالير راهو انا نحكي لك 2006 راهو واحد ما يغزرش وقت الفلوس. اما سالير معناها محترم محترم جدا. انت غير ما كنتش تخلص في الكلوب صغير وقتاش تخلص كدي وقت سالير محترم جدا. حاسين ما قالوكش فلوس؟ والله ليه مش حكيت فلوس وقتها تي حتى 16 سنه فهمت كيف بتاخذ بون فلوس تغزر لهم. من بعد ابريتو انا كي رجعت وقتها حكيت معاهم قلنا له خلينا نكملوا الكوب دي موند ومن بعد نحكي باش نربح شويه وقت هكا باش نشوف. انا وقتها مشكلتي مش مشكلتي معناها في مخي انا تو حيت كي نلعب في الكلوب من 5 سنين اي اوبجيكتيف نتاع جور يترنى في الكلوب افريكان ولا في جامعه كبيره باش توصل تلعب سينيور. يا ما الاوبجيكتيف اللي بعد انك تكون في الاوروب بيان سور وستير جمعيه باسمك بيه في اوروبا في فرنسا تلعب في الديفيزيون 1 اي بالطبيعه. عامله قبل لعبت شامبيونز ليغ وقتها لعبت كونتر ريال في البول حسي في جبريل سيسي وقتها لا وقتها سانيا باكاري سانيا فما بيدريتي البيفو فما جواريت معناها اي هكا هاو كملنا كملت كوب دي موند. كلموني عاودوا كلموني وصلوا يحكيوا بابا قالوا خلينا نزيدوه معناها في البدلو الكونترا كان يحب. وقتها في البيريود هذيك كلموني الكلوب قالوا لي باش تطلع ترينا سينيور وقتها في رمضان ذكرها في الليل. جات وعطاوني بروبوزيسيون الكلوب عطاني كونترا الكلوب. هكا دونك قداش بارابور اللي عطاو لك؟ لا ريان افوار نشتاف ريان افوار قداش فلوس؟ قول لي مسويش فلوس قداش كان عندنا في الكلوب في اوسي؟ في الكلوب وقتها بون عطاوني 1.5 مليون شهريا وفي اوكسير 7000 فورو انكومبارابل. 7 مرات معناها 7000 فورو نذكرها هاي. والله عندي الكونترا في الدار حق اللي جبته لك هكا هاو. دونك انا شنو انا وقتها اني قلت لك راهو انا وقتها لا تقول لي لا اوكسير لا شيء والله بالرسمي معناها نحب نلعب خاطر حيدي كامل نترينا في الكلوب. ندمت على الاوفر هذاك بصراحه والله خاصة كي تشوف مسيرتك اليوم ما خذيتش الحجم اللي لازم تاخذه. انا مش ندمت لي ما مشيتش لوكسير ومشيت معناها قعدت في الكلوب هذاك ملي. اما شنو هي ندمت خاطر جات دي زوبورتونيتي كنت معناها حياتي تراي تقلبت 180 درجه فهمت كيف هو بريتو شو دي شوا معناها هذيك هي وصلوك دي زوفر اخرين؟ والله من بعد لي زوفر جاتني بعد من كي مشيت لبنزرت وقتها جاتني اف سي لوزيرن اي تانجيو. ما في الوقت هذاك انا لا لا كان اوسي لا وقتها خاطر كلام برشا تقال وقتها كلام عباد تحكي الحظ الرسمي فقط كان من اوسي الرسمي يعني قلت لك الوحيد نتاع اوكسير هذاك كهو ايه في البوتو بتاع فرنسا اللي هو زاد هز البوتو برشا في الكارديو فينال هذاك بالزهر وقتها مع فرنسا زاد البوتو. وانت اللي بالي ريتي انت موهبه من عند ربي ولا خدمتها كيفاش؟ والله نذكر قبل كان مدرب ايراني فيا وانا صغير سي مهدي مجدوب نقدم له تحيه تو ظهري في الخليج. كان قبل معناها هو مغروم ياسر بالكوره ومغروم انا عرفتك نكملوا لونتريمون يقعد يشدني نحطوا ميور ونقعد نشوف انا وياه.
ما تنجم تكون عندي موهبة صغيرة ما طورتها نذكر على ريني 3 أو 4 سنين انك يوميا يكملوا لونتريمون نقعد انا وياه هو يشوت وانا نشوت نقعد هكاك دونك تنجم تكون عاونت بالكدا هذيك شكون تعتبر اليوم احسن واحد يشوت بالاريتي في تونس احسن واحد يشوت بالاريتي لازم نتذكر والله لا نتبع برشا سهل مالك انزري مثلا شنو رايك تحكي على الكل اي بيان سور عادي مير عاد هو باش كنت اختار هو اسكندر السوايح شكون اقوى في اللي بلاريتي نحكيها ليه بلاريتي سي مير الحق مير كانزري ولا سعد بقير والله زوز بالكدا سعد واحد فيهم شكون ليه سي مير مير كانزري خاطر رناني قبل نذكر بالعاطفه معناها لا والله ليه خاطر علاش خاطر عشت معاه معناها عوام ونشوف فيه كل يوم كيفاش يشوت معناها حتى سعد بقير تبارك الله عليه معناها ما عندي ما نقول معناها اما نحكي لك على سمير خاطر عشت معاه برشا ونشوف فيه كل يوم في لونتريمون كيفاش يشوت معناها وكا باهي كنزاري ولا السلام اسامه هما الزوز تبارك الله اسامه زاد عنده ساق عمري ما ريت انا ساقي صار ما فماش صارت في تونس انا اللي خلطت عليهم الكل وسام نذكر تاو يبدا في 18 لهنا يرى في واحد والله وين الكورنير غادي يجيب له في سيقه معناها ما فماش عنده سيقه صار تبارك الله وسام شكون اقوى؟ يعني شكون اقوى؟ يا عادي راي مجرد راي باهي خلينا نمشيو لسام تاو اسامه ولا انت وين تحط روحك باللي شوتو مليح وقت اللي بلاريتي في هذوما اللي سميتهم لي في الوسط انا حطني خويا اسامه ولا حمزه الاحمر؟ لا اسامه اسامه ولا وهبي الخزري؟ اسامه ولا وهبي الخزري في البريسيزيون اسامه ما ريتش راه نحكي لك بريسيزيون معناها بتاع دو بال اسامه سلامي راه في تونس شو حاب نقول لك؟ باهي منافسه كانت وقتها اللي انت حكيت قلت لي يوسف المساكني دزوه ماهر كانزاري وكيف كيف فوزي بزارتي انت بار كونتر ما دزك حد في الكلوب لا لا بون انا طلعت في الكلوب راهو شكون من شيخه وقتها اونترينور؟ اي سي عبد الحق وقتها هو طلعك ولا اي هو وقتها شد لي كيب سينيور معناها هو وسينابي الكوكي وقتها وقتها كي طلعت راهو فيستير تفجر في الكلوب نذكر انا 2007 وقتها طلعنا انا وعيفه اللي هازين شامبيونا 2008 اللي هازين نحن عملتها هازين نحن وقتها خلطت عليهم 6 شهور الاخرانيين تاع عملت شامبيونا فهمت كيفاه وقتها معناها سيمي كبار قدام سيرتو انا تو في الوسط كيف انت البوست نتاعك قدامك سلامي كي معناها خاطر نحن في مع سي عبد الحق ما نلعبوش نحن بريجيسور غادي في الكلوب ما لعبناش بريجيسور يلعب لا يلعب على اليسار ويسامي على اليمين وراهم وقتها الاسعد الله يرحمه اي ما كانت انا نلعب وسام ديفونسيف اكثر اي هما هكا واحد الاسامه ديما يطلع معناها يطلع اكثر وسام ديما يغطي بالضبط اما مش شكل كيما نقولوا نمر 10 اي وسام ذلير وسلم قدامه هما زوز دوميات لما ديما وسام يشد اكثر الوسط وفهمت كيف وقتها في الوسط معناها كان برشا جوارات برشا وقتها الاسعد الله يرحمه اليكسيس وسام وسام ما تقارنش روحك بهم خاطر ماكش نفس البروفيل انت وسام قدامك ما نقول لك علاش نحكي لك كيف خاطر مليتي شويه يمكن مليتي على جناب مليتي من بعد جي اما شنو نحكي لك كيك خاطر هو كي باش يحط شيما تكتيك المدرب مش باش يحط كيما نقولوا 10 باش يحط زوز فهمت شو اقصد من الزوز هذوك فما قدامي وسام وسام انت مستحيل كنت تلعب مع وسام ما تنجمش ما تجيش ما تركبش معنا صحيح صحيح طيب الزوز ما تفكوه الظاهر الزوز ما فكوه صحيح لا ما فك خير منه فك خير منه دونك قعدت بينك وبين وسام صحيح صحيح طيب وقتها زاد وجود السلامي حرقك نقولوه هذيك حرقني ما نعرفش خاصة انه كان محبوب برشا ما فهم بيان سور ما يتمسش يمكن محبوب الناس كله سام راه تحب ولا تكره معناها بالكاليتي اللي عنده بالواحد ما تنجمش تلعب معاه فهمت كيف في الوقت هذاك راه نحكي لك بار اكزومبل ماتش كبير ما نجمش جوار صغير مازال كيطلع باش ينحي اسامه الكارير واحد يجي يحط فهمت شنو اقصد فوالا معناها الفالي دو تون معناها شويه هكا وقت واحد باش نجم خاطر جات بيريود راه نلعب على اليسار ساعات نلعب على اليمين وساعات لعب تقلق ما تحبش تلعب هذا مش بوستي اي ما تحبش اي فوالا ما نلقاش كيما نقولوا لي روبير نتاعي ما نلقاش راحتي في البوست هذوك خاطر نذكر مره قعدت 4 شهور نلعب دومي جوش وقت زهير ضرب في سيقو عمل عملية قعدت 4 شهور نلعب بلاص عمري ما لعبتها ما عندكش لي كاليتي ما عنديش لي كاليتي ما عندكش رابيد ما عندكش لي بلور مانيش رابيد فوالا انا دو بريفيرونس ديما نحب نلعب بالظهر دايما بالظهر فهمت كيف معناها الكرة مش دومي ولا باش تقعد طالع هابط ما تلقاش روحك عاونك السلامي والله ما الحقيقه ما ضرنيش معناها بيرسونيلمون فهمت كيف ما ضرنيش حق نتاع ربي معناها هذيك هي الكوره فما شكون عاونك عاش حتى بالكلمة حتى بالكلمة داز تشجيع عاش
فما برشا الحقيقة والله لنستحضر يا سلام، اما الحقيقة في الكلوب في الوقت ذاك ما لقيتش كما نقولوا ابار اللي حكينا فيه شوية، فماك سابوتاج نتاع خاطر لا لا تحب ولا تاكر الجمهور يحبني برشا وقت وكلهم يحبوني معناها فهمت كيفاه، دونك ما لقيتش حاجة كما نقولوا صحيح ما طلعتش وما عملتش الكارير اللي نحب نعملها انا في السينيور، وتنجم تكون مربوطة برشا حاجات معناها بار ما مش مربوطة كان بوسامة فهمت كيفاه؟ خاطر يتقال فما سامي معناتها فما اللي سابوتاج يصيروا في الحكاية هذوما ونحرق الملاعب هذاك والفلان باش ما يتمسش بلاصتي والله انا معناها هاني قلت لك ما ريتش قدامي ما نجمش نحكي على حاجة انا باش نجيبك المظلوم وفهمت كيفاه؟ ما ريتش قدامي يعني كان ريت نقول لك ما ريتش الحق تاع ربي.